كابتن محمود الخطيب حضر التدريب من واقع مسؤوليته، من واقع رفع معنويات لعبته، من واقع ان هو تحمل المسؤوليه. كان معانا في نجوم كتيره جدا من النادي الاهلي كانت موجوده النهارده، منهم كابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو. عشان نتكلم اكتر حول هذا الموضوع معانا على التليفون الزميل فاروق صلاح مراسل النادي الاهلي. مساء الخير يا رؤى. تحياتي ليك زميلي محمد ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، دايما متالق دايما متميز ودايما منور شاشه قناه مدينه اللي كلنا بنفتخر بيه. النادي الاهلي ودوره قبل ما يكون دور رياضي لدور مجتمعي. انا مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلته لانك انت قلت كلام بما يقيد، يعني كلنا فخورين بالنادي الاهلي دورنا قبل ما يكون دور رياضي وقبل ما نكون في منافسه او احراز بطوله او احراز زكاه. دورنا مجتمعي، احنا صوره بتنعكس عن مصر، صوره بتنعكس عن العالم العربي، صوره بتنعكس عن كل ما يمثل البلد دي. احنا لازم نحافظ على الصوره دي، ودايما النادي الاهلي بيحافظ على البلد دي. الدور الوطني، الدور المجتمعي، مش محتاجين يعني لا انا ولا اي فرد ان هو يزايد ولا يتكلم على الدور ده للنادي الاهلي، فده في حته ثانيه يا كابتن محمد. شكرا يا رؤى. قول لي بقى ايه اللي حصل النهارده في الـ في الـ انا عارف التدريب كان مقفول، لكن انا عارف ليك مصادرك. خليني اقول لك ان يعني بعد وصول الفريق بالامس من دوله الامارات المتحده، ونوجه لهم كل الشكر على حسن الاستقبال وعلى حسن الاستضافه وعهدنا دايما بدوله الامارات والمسؤولين فيها. الفريق حصل على راحه بالامس. النهارده كان استأنف الفريق مرانو، يعني كان المقرر ان المران يبدا الساعه واحدة والنصف. قبل المران كان في اجتماع في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي كان حريص ان هو يجتمع مع مستر فايلر لبضع دقائق عشان برضه يشوف حمس الجهاز الفني، او يشوف ان شاء الله الفتره القادمه مباراه الزمالك ومباراه صن داونز المشوار الافريقي. ثم اجتماع لمده يعني تجاوز ال 50 دقيقه ما بين مستر ريني فايلر وجهازه الفني مع اللاعبين. تخللوا اجتماع للاعبين مع بعض من اجل خلاص بنطلوا الصفحه. بص يا استاذ محمد، احنا متعودنا في النادي الاهلي لحظات الانتصار ما بتاخدش عندنا وقت كتير، احنا متعودين عليها. لحظات اللحظات اللي مش هقول الهزيمه او الانتصار، بقول لحظات عدم التوفيق، لازم في نفس الوقت برضه ما تاخدش اكتر من حجمها. مباراه او بطوله وخلصت، اللعيبه صوت الصفحه، عندها تركيز للمباراه القادمه ان شاء الله امام الوصيف او نادي الزمالك صاحب المركز الثالث. مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي مشواره في الدوري. اللعيبه خلاص صوت وقفلت صفحه السوبر. عندنا الكثير من البطولات قدامنا، مش بنتكلم على التاريخ الماضي، لا احنا عندنا وبرضه عايزين احنا نقول احنا لا نستند للتاريخ وبس ولا نستند للبطولات، لا احنا عندنا تاريخ من البطولات جاي وقدامنا بطولات. هنطلع من بطوله لبطوله، فاللعيبه بدات خلاص مركزه في المشوار القادم، مباراه الزمالك يوم الاثنين القادم بمشيئه الله، ثم الاستعداد لمباراه صن داونز في ذهاب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. فريق انطلق مرانو يعني في تمام الساعه الثانيه والربع ظهرا. بدا مستر توماس مع اللاعبين في الجانب البدني، ثم التمرين كان مغلق تماما. فضل مستر ريني فايلر ان هو يفرض نوع من انواع الهدوء شويه او الجزء من السريه شويه للاعبين. اللعيبه اكيد متاثره بالهزيمه، لكن دايما خلاص احنا مش اللحظات دي احنا مش متعودين عليها، لكن ده مش متعود عليها. ففضل مستر ريني فايلر ان يكون التمرين مغلق. الكهرباء بالنسبه له كان ادى جلسه في الجيم. بالنسبه لرمضان صبحي اللي برضه من خلالك بطمن عليه جماهير النادي الاهلي، ادى المران بالكامل، كان متواجد بصوره يعني بصوره شبه تامه للمران النهارده. ان شاء الله يكون موجود في المرحله القادمه والمباريات القادمه. وجود الكابتن الخطيب في ارض الملعب واستمراره عقب حتى نهايه المران مع الكابتن بكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، اعتقد زميلي محمد بيواجه الكثير من الرسائل. الرسائل مضمونها احنا معاكم، احنا في ظهركم. عدم التوفيق في المباراه ليس نهايه المطاف. لو الامر بهذا السياق، يعني لو الامر ان انا بعد كل بطوله ان انا خلاص اقفل، لا يبقى في انديه من زمان كانت قفلت. في انديه كانت خلاص يعني تاريخها انطمس او انتهى. لكن احنا دايما احنا النادي الاهلي دايما زي ما بنقول وقت الانتصار لازم اكون متواضع. انت اتعودت عليه في النادي الاهلي وقت الانتصار اكون متواضع. تمام. وقت الهزيمه اكون مرفوع الراس، لان انا هفضل النادي الاهلي ودول هيفضلوا لعيبه النادي الاهلي، وده تاريخ النادي الاهلي اللي لم ولن يعني مهما كان او كائن مهما يكون
مش هيقلل من تاريخ النادي الاهلي ولا هيقلل من لعيبه النادي الاهلي ولا اي فرد يسمى المنصور في النادي الاهلي. عدم التركيز يعني عايز اقول لحضرتك ان اللعيبه خلاص يعني مش محتاج ان انا ازايد او نتكلم لان اللعيبه حاسه. طب عايز اسالك سؤال. اتفضل. واللعيبه داخله اكيد شفتهم وانا عارف انت دائم التواصل معاهم، شفت وشهم وهم خارجين قبل وبعد، ايه الاختلاف؟ الاختلاف في فرق ما بين ان انا يكون عندي حزن شويه وانا داخل المران، واللي ده شيء امر طبيعي. الاختلاف وانت خارج ان انا عندي راس مرفوعه، ان انا عندي حماس، عندي منتظر مباراه الاثنين او مباراه الصن داونز بمزيد من التركيز، مزيد من الحماس. وبرضه انا مش عايز النغمه اللي بتردد او بتقال مباراه رد اعتبار او مش رد اعتبار، لان الاهلي اعتباره موجود على اي فريق سواء في مصر او في افريقيا او في العرب. النادي الاهلي التاريخ في حته ثانيه والنادي الاهلي في مكان ثاني. هي مباراه ثلاث نقاط، مباراه قدام يعني انا مش هقول امام الفريق صاحب المركز الثالث، ده سواء المباراه امام نادي الزمالك او الاستعداد لمباراه صن داونز، لكن احنا عندنا استعدادنا لمباراه الزمالك. اللي حتى يعني حتى الان الفريق ايضا غدا هيستأنس مرانه في تمام الساعه الرابعه، ثم الفريق هيدخل في معسكر بعد المباراه عقد نهايه التمرين استعدادا للمباراه. طب ده يخليني اسالك سؤال يا رؤى. بعد بعض الاقلام هي بدات تخف تدريجيا، يعني انه مباراه الاثنين لن تقام في موعدها، ايه اللي انت حسيته من خلال التدريبات والاجواء ومصادرك جوه النادي واتحاد الكره؟ لا اللي انا حاسه او اللي مش هقول من خلال الاستعداد على ارض الواقع. صحيح. اللي احنا شايفينه على ارض الواقع الجهاز الفني بيستعد لمباراه اليوم الاثنين. التمرين دايما انت عارف التمرين في اليوم اللي بيبقى قبل المباراه بيبقى الساعه 4 الساعه 4. صحيح. بعد المران بيدخل الفريق في معسكر، فاستعداد الفريق زي استعداد لاي مباراه واي يوم قبل المباراه. نفس توقيت اقامه المران، نفس السيناريو الاستعداد للدخول في معسكر، ثم اعلان القائمه اللي هتخوض اللقاء. الجهاز الفني فقط بينتظر قرارات لجنه الانضباط بخصوص اللعيبه اللي هيوقع عليها عقوبات، شوف الجهاز يقدر ياخد مين او يستبعد مين. لكن بخصوص المباراه لا، الفريق بيستعد وجاهز من دلوقتي، يعني عايز اقول في حاله من الحماس، حاله من التركيز الشديد عند اللاعبين من اجل مش اقول مصالحه جماهير النادي الاهلي فقط، لا الاعتبارات ثانيه كتير كلها في نطاق الكوره، في نطاق الرياضه، وزي ما احنا متعودين وزي ما احنا عارفين ومتعلمين من النادي الاهلي. تاريخ النادي الاهلي طويل، تاريخ النادي الاهلي طويل، وبطولات النادي الاهلي مش هتخلص. طيب. والمسيره مش هتنتهي عند المباراه. عندي خبر في يلا كوره، وده محور سؤالي اللي قادم. الخطيب بيقول مصدر بالاهلي ليلا كوره، يعني الخطيب لم يطلب تجميد كهرباء واللاعب يمر بحاله سيئه، ترد بايه من خلال رؤيتك؟ ترد من خلال رؤيتك ايه بعد التمرين لكهرباء؟ لا كهرباء زي ما انا في البدايه يعني قبل ما حضرتك تطرح عليا السؤال قلت لحضرتك ان هو كان موجود في المران النهارده، ادى جلسه في الجيم، مفيش اي مشكله، لم يصدر اي قرار، لم يتم مناقشه اي شيء. الجميع دلوقتي بيركز في المباراة القادمة، مباراة يوم الاثنين القادم أمام فريق الزمالك. الجميع بينتظر هذه اللقاء. وبرضه يعني من ضمن المعلومات برضه إن أقول لك بس خارج نطاق أو خارج نطاق النادي الأهلي، إن الاتحاد المصري خلاص خلال ساعات هيتم الإعلان عن أسماء الطاقم التحكيمي اللي هيخوض اللقاء. من يعني أي دولة؟ اللي جاب لك لم يتم يعني لم يتم التحديد، بس يعني انا مش هقول لك من اي دوله بالظبط، لكن هو لو هيجي خارجيا يعني يا دوبك يلحق. لا ما هو انا اقول لحضرتك زميلي محمد ان طاقم التحكيم الخاص بلقاء باداره هذا اللقاء محدد من قبل. ولكن لم يتم الاعلان عنه، يعني كل الامور متحدده، كل الامور مترتبه. طيب. مع طاقم التحكيم فقط هيتم الاعلان عنه خلال الساعات القادمه. لطاقم التحكيم اللي هياخد هذا اللقاء. شكرا فاروق صلاح مراسل النادي الاهلي، دي كانت كل الاخبار.